القرآن يتركه الناس ولا يتدبرونه، والله جل وعلا يقول أفلا يتدبرون القرآن. ربك جل وعلا ربك القوي العزيز الذي خلق هذا الخلق كله، الناس يعجبون من صنع سيارة أو من صنع آلة ولا صنع كمبيوتر ولا ما أدري إيش، والله جل وعلا الذي خلق الخلق لا يعجبون. القرآن ربك جل وعلا يقول لك أفلا يتدبرون، هذه الدعوة السهلة الميسرة، أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها، يعني قفلنا المصاحف ما نقرأ في المصاحف، بيوت لا يقرأ فيها القرآن، كارثة. يمر عليك يوم ما تفتح المصحف، كارثة، كارثة بمعنى الكارثة، لأن هذا كلام الله جل وعلا، افرح به وارفع به رأسا حتى ولو كنت حافظا.